الأردني هو الذي عندما يمر الوطن بظروف صعبة أو استثنائية يسمو بكرامته وانتمائه على كل مصلحة شخصية أو حزبية أو جهوية، ويقف إلى جانب الوطن في مواجهة كل التحديات. واليوم في غمرة المناسبات الوطنية التي تضم ذكرى الثورة العربية الكبرى وأعياد الجيش والاستقلال والجلوس، نقف بإجلال نستذكر الأجداد وكل تلك الأمجاد رافعي الهامات. فبالرغم من كل تلك الصعاب التي مرت على هذا البلد، ولكنه كان في كل مرة يواجه فيها محنة يكون أقدر على تجاوزها والخروج منها بحال أقوى من سابقها، وليتجدد التأكيد مراراً وتكراراً للعالم أجمع بأن الأردن قادر دائماً على الصمود في وجه الريح، وبأن قدره هو أن يولد ليبقى. كل الثقة والأمل بالمستقبل، وأنا بعرف أبناء شعبي وبعرف انتمائهم وإخلاصهم لوطنهم، وبعرف إنهم بوعيهم وإرادتهم القوية وتماسك جبهاتنا الداخلية سنكون قادرين على التصدي لأي مؤامرة وأي جهة تحاول المساس بأمل الأردن أو استقراره.